بعد المكالمة مع تامر شلتون على نغم اف ام. اسمح دلوقتي مع حضراتكم، هي المكالمة الرئيسية للبرنامج هي مكالمة الحكم. المكالمة دي قائمة على رأي حضراتكم، فريد نسمع مكالمة كويس جدا هتطلع على الهواء حالا، نبعت بعد كده على 1053 بعد المكالمة تنتهي رأيكم ايه في حل المشكلة. فريد نسمع مكالمة كويس جدا من صاحب او صاحبة المشكلة، وبعد كده في انتظار رسائلكم على 1053 وهنقراها كلها بعد كده على الهواء عشان نفهم احنا فكرنا ازاي، وفي نفس الوقت نشوف صاحب المكالمة وصاحبة المكالمة يشوف الحلول اللي حضرتك اقترحتوا عليها بأغلبية التصويت. خلينا نرد على المكالمة. ألو ألو. أيوه مساء الخير يا فندم. ألو أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، مبسوطة إن أنا بكلمك باختصار أنا قوي، معلش خالص يا فندم ولا في أي شيء يدعو للقلق، خلينا نتكلم باختصار ونقول إيه المشكلة عند حضرتك. بص حضرتك، ممكن أقول بالسني لأنه مهم قوي في الموضوع. طيب إيه، اتفضلي يا فندم. انا عندي 19 سنه. 19؟ تمام. بس حضرتك يعني والدي ووالدتي كانوا قرايب، يعني هم قرايب. فطبعا بقى حضرتك عارف ان جواز القرايب بيحصل يعني في حاجات على الوراثه وكده. تمام. طبعا انا ما خلفوني ربنا، ما رزقنيش بالاطفال، انا لسه انسه. تمام. لما خلفوكي ما رزق ربنا ما رزقكيش باطفال؟ انا ما بخلفش. وحكي اتجوزتي اصلا؟ لا انا لسه انسه، من بقول لحضرتك انا مولوده من غير رحم. وحضرتك عرفتي ازاي ان انت مولوده من غير رحم؟ طبعا بص حضرتك، انا لما كبرت في السن، لما كبرت وعديت 19 كده اهو، يعني معلش في كلمه، البيريود عندي اتاخرت. تمام. فانا رحت سالت عليها ورحت كشفت وكده، عرفت ان انا مولوده من غير رحم. خالص. طبعا مولوده من غير رحم مش هتخلف، ما تتجوز بعد كده يعني. الدكتور قال لك ان انت ما عندكيش رحم. تمام. فطبعا الحمد لله انا رضيت بقضاء ربنا وما اعترضتش عليه ولا اي حاجه، الحمد لله على كل اللي جيبه. الحمد لله. المشكله دلوقتي ان انا كل ما يجي لي عريس ارفضه، كل ما يجي لي عريس ارفضه. لدرجه الناس بقت تسال ان هي يعني بيجي لي ناس كويسه قوي ومراكز كويسه قوي. بس يعني انا بمشيهم عشان حضرتك عارف الموضوع ده. ففي مره جاي لي عريس وقلت له على ظروفي دي رفض، قال لي لا انا عايز عيال والكلام ده كله. من ساعتها من كل ما يجي عريس امشيه بقى وما اقولوش على السبب. فليا اخويا الكبير، ليه واحد صاحبه يعني عنده مكتب تسهيل زواج. مكتب تسهيل زواج؟ ده ايه المكتب ده؟ بيتجوزوا عن طريق ايه؟ سن وعرايس كده. تمام. فاخويا راح قدمني في المكتب دوت. بس المشكله ان هو كل ما يجي لي عريس من تبع المكتب دوت، يا اما مطلق ومعاه اطفال، يا اما ارمل مراته متوفيه ومعاه اطفال، يعني في الظروف بتاعتي دي، فاهمني حضرتك؟ تمام. بس المشكله ان هو اصغر واحد جه لي من المكتب دوت كان عنده 40 سنه. يعني اصغر واحد جدي 40 سنه وكان متجوز وعايز بقى زوجه ثانيه. طبعا ما قدرش اقول دوت، انا برضو لسه صغيره وبشوف زمايلي بيتجوزوا ويفرحوا مع السن سنهم الكلام ده كله. بس يعني انا مش عارفه اعمل ايه، اوافق باي عريس تجي لي وخلاص من دول، ولا اقعد كده وكلام الناس هي بقى كتير عليا يقولوا قعدت ليه ومش قعدت ليه. طيب وانت اهلك رايهم ايه؟ اهلي بيوافقوا وبيقولوا اقعدي معاه وشوفيه. لا هما يعني اهلك موافقين، شايفين ان انت تتجوزي حد عنده اطفال ولا تتجوزي حد مش حابب ان هو يخلف؟ ايوه هما عايزين اتجوز واحد يكون من نفس ظروفي. وهما بيوافقوا على اي عريس بيجي، وطبعا يعني انا مش موافق عليه. الناس طبعا هتقول علي ايه لما فجاه كده ارفض العرسان دي كلها، وانا واحدة اتجوز واحد مثلا عنده 40 ولا 45 سنة. طب خلينا نشوف السادة المستمعين بيقولوا ايه. بشكرك يا فندم جدا. بشكرك جدا. يمكن مكالمة اول مرة من نوعها وهي متصلة على الهوا، هي اتولدت بظروف معينة انها ما عندهاش رحم، فهي دلوقتي كان كل عريس بيجي لها كانت بتحاول انها ترفضه عشان هو ما يرفضهاش بعد كده عشان انها ما بتخلفش. فلما اخوها حاول يساعدها في الموضوع دوت وان هو يبتدي يجيب لها ارسان مش حابين يكون عندهم اطفال، كل الارسال بيتقدموا لها
اكبر منها بالسن بكتير جدا، اولموست ضعف سنها، هي عندها 19 سنه، فهي مش عارفه تعمل ايه. هل هي ترفض الجواز، ولا هل هي انها تدور تتجوز على حد اكبر منها سنا عشان الظروف اللي عندها، ولا هي تتصرف ازاي؟ وهي لما كانت بتخبي على ارسان كان كل الناس بتتساءل هي ليه كانت بترفض فكره انها بترفض حد العريس دوت. ولما راحت صاحت حد قال لها لا انا مش هينفع اتجوز واحده يعني عقيمه، انا عايز اطفال. ف تتصرف ازاي؟ تتنازل عن مبدا السن، تتنازل انها تعيش حياتها، تتنازل ولا توافق انها تتجوز حد اكبر منها سنا، ولا تستنى؟ لو يعني ربنا يحمي الجميع ويدي الجميع الصحة وربنا يكرمها يا رب، ان كنتي او ان كنت في نفس ظروفها كنت هتعمل ايه؟ فانتظر ردك على 1-0-5-3.